مساء الفل. امبارح دخلت فيلم اوبنهايمر اللي الدنيا كلها بتتكلم عنه، وعايز انقل لكم رايي او نقدر نسميها مراجعه صغيره. مش هيكون فيها حرق لاحداث الفيلم، لكن هدي لك صوره كامله متكامله عن الوضع العام للفيلم والمميزات والعيوب من وجهه نظري، وفي نهايه الفيديو هيكون فيه حرق بسيط لجزء انفجار القنبله النوويه. الفيلم بشكل عام بيتكلم عن قصه حياه روبرت اوبنهايمر، مخترع القنبله النوويه او زي ما اطلقوا عليه زمان الاب الروحي للقنبله الذريه. في البدايه خليني اقول لك انك لو ما بتحبش النوعية دي من الأفلام اللي هي السيرة الذاتية والتاريخ والدراما السوداوية، فالفيلم بالنسبة لك هيكون ممل جدا لأبعد حد، وده لأن في حوارات وسيناريوهات طويلة جدا بين أبطال الفيلم. أما لو بتحب النوعية دي فهتستمتع بالحوار بمعنى الكلمة. ويمكن من مميزات الفيلم بالنسبة لي إنه ماشي في ثلاث أزمنة مختلفة، والمخرج العبقري نولان رابطها لك بشكل لذيذ من غير ما يلخبطك، بس الموضوع كله محتاج تركيز في كل تفصيلة وكل حرف بيتقال علشان ما تحسش إنك تايه وأنت بتتفرج. بص انا مش هحرق لك احداث الفيلم، بس في جمله لفتت انتباهي وانتباه كل اللي كانوا بيتفرجوا، واتقالت من عالم من العلماء اللي شاركوا اوبنهايمر في تصنيع القنبله. قال لك ان اختراعنا للقنبله النوويه على قد ما كان مضر على قد ما هو مفيد للبشريه في المستقبل. وفسر كلامه وقال لك لان بعد التدمير والخراب اللي شفناه من اثر قنبله هيروشيما وناجازاكي، فكل رئيس دوله عندها نووي هيفكر مليون مره قبل ما يستخدم قنبله زيها مره ثانيه، وده لان احساسك لما تشوف الخراب عينك مختلف تماما عن لما تسمع احصائيات وارقام عنه. كمان عايز اكلمك عن القنبله الهيدروجينيه واللي اثرها اقوى باضعاف اضعاف من القنبله النوويه. المفاجاه ان اول عالم اتكلم عنها كان واحد من العلماء اللي شغالين تحت ايد اوبنهايمر لما كانوا لسه بيخترعوا القنبله النوويه. يمكن اكتر حاجه هتلفت انتباهك في الفيلم هو الاجتماع اللي اتعمل بين اوبنهايمر ورئيس امريكا ومعهم قيادات في الجيش، واللي اخذوا فيه قرار ضرب اليابان بالنووي. في الاجتماع ده اتقال كلام مؤثر جدا ويدين امريكا شخصيا، وده اللي المخرج حب يعرفه لنا. وخد بالك لان الجزء الجاي من الفيديو هحرق فيه بعض الاحداث، فلو مش حابب تسمع الحرق اقف لحد هنا، ولو حابب تسمع فخلينا نكمل. في الاجتماع اللي كلمتك عنه اوبنهايمر قال ان زمايله من مخترعين القنبله معترضين على فكره استخدامها في ضرب اليابان، يعني علشانها مدمره وكده، واقترح فكره عبقريه وقال احنا ممكن نستخدمها في ضرب نقطه ميته جوه اليابان، وبالتالي محدش هيموت وفي نفس الوقت هيبقوا شافوا الدمار بتاعها، وبناء عليها يستسلموا ونكسب الحرب وشكرا. وتخيل الرد ان القيادات رفضوا وقالوا هنستهدف مدينتين كاملين، وهنا هنشوف مشهد يبين لك قد ايه صاحب القرار ما كانش عنده قلب، لانه كان ماسك خريطه اليابان وبيختار المدينتين من اصل 11 مدينه يابانيه، ولما وصل عند مدينه معينه فيهم قال لك لا بلاش دي لان صيفت فيها قبل كده انا ومراتي وبصراحه اهلها طيبين. يا راجل. طيب في النهايه هكلمك عن مشهد التفجير اللي مخرج الفيلم قال لك ان ما اتعملش فيه اي جرافيك وانه تفجير حقيقي. بص انا هعرض لك جزء من المشهد دلوقتي، واعذرني لو التصوير مش قد كده، بس كان بالموبايل وعلشان حقوق النشر. المفروض انهم عملوا التفجير الساعة 5:30 صباحا في قلب الصحراء في المكسيك، وقبل التفجير بوقت بسيط مات ديمون واللي قايم بدور جنرال في الجيش الامريكي سأل اوبنهايمر بالحرف كده وقال هل فعلا الكلام اللي سمعته صحيح وان الاثار الجانبية للنووي ممكن تأثر على الضغط الجوي لكوكب الارض؟ اوبنهايمر رد وقال له الحسابات والنظريات بتقول اه لكن بنسبة شبه معدومة. فالجنرال الامريكي رد عليه بالحرف وقال له لا احنا هنقول انها معدومة، انت فاهم الكلام ده معناه ايه؟ هسيب لك الرد في التعليقات. في الختام ما تنساش اللايك وشير للفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعية دي من الافلام، وانتظر مني ملخص الفيلم بمجرد صدوره بالنسخة الاصلية. عاش جمهور الملخصات.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing.